السلام عليكم، صباح الخير، مساء النور، وقت ما يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بألف صحة وعافية بإذن الله. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا. طبعا وصفتنا اليوم تارتو سيترون لمحبين ذوق الليمون أو الحامض، ما شاء الله ولا أروع. سهلة وسريعة في التحضير، أقل من ساعة كتكون حاضرة عندكم، طبعا اقتصادية جدا، بدون بات بغيزي، بدون جيلاتين، بدون كريمة سائلة، مكوناتها إن شاء الله موجودة في كل بيت، كتجي ولا أروع، منعشة وباردة وكتبرد على القلب ما شاء الله. طبعا ممكن تحضروها في حفلاتكم ومناسباتكم، وكذلك للضيوف كتحمر الوجه. تبعوا الفيديو للآخر باش تستافدوا أكثر. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني، أنا زين بأزكري على قناة وصفات لدي ذهب بيفود، بصح فضلا وليس أمرا، إلا عجبكم الفيديو دعموه باللايك أو الإعجاب فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات إن شاء الله. خليكم مع طريقة التحضير، فرجة ممتعة. ونبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهنا أول حاجة عندي 2 علبات ديال البسكوت، كل وحدة كتوزن 100 غرام، يعني 100 غرام 100 غرام 200 غرام. طبعا أي نوع ديال البسكوت متوفر عندكم، صابلي، هيرنيس، أو هذا الشكل اللي استعملت أنا ديال الأولكر، طبعا كيبقاو بنفس المذاقات. هنا كنحتاجو واحد الطحانة، فكنطحن البسكوت بتاعنا جيدا حتى كنتحصلو على البودرة ديال البسكوت. إلا ما متوفرش عندكم الطحانة فكتستعملوهم في واحد البلاستيك وكتدقوهم جيدا حتى كتحصلو طبعا على بسكوت مرمل لينا بهذا الشكل هذا. فأنا طحنت الكمية كلها 2 علبات ديال البسكوت، كنتحصلو على كمية اللي جميلة جدا. كنضيف البسكوت 80 غرام من الزبدة اللي تتكون مدابة، فأنا استعملت من أصل حيواني، بصراحة كتعطي واحد المذاق اللي جميل جدا. وطبعا ممكن تستعملوا حتى المارغرين اللي متوفر عندكم. هنا كنخلط جيدا، فمن الأحسن كنستعمل الإيد بتاعنا وكندخل الزبدة جيدا في البسكوت حتى كيتلبس لينا كامل بالزبدة. ومن الأحسن تستعملوا إيديكم هكذا باش كتحسوا بأن البسكوت يعني تشرب جيدا الزبدة. كيف كتشوفوا معايا أخواتي كنتحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، ملي كتجيو كتجمعوه في الإيد بتاعكم كيتجمع لكم بكل سهولة. عندي قالب ديال الطاخت، بالنسبة لهاد القالب ديال الطاخت كيتفتح بكل سهولة من التحت هكذا باش كيساعدكم أنكم تخرجوا الطاخت بتاعكم بكل سهولة. بالنسبة للقطر بتاعو 23 سنتي، فكنضيف البسكوت بتاعنا بهذه الطريقة هادي، وبالملعقة كنحاول نفردها جيدا، غير بالملعقة فقط كأول مرة، فكنحاول نقادها جيدا لأن الملعقة هي اللي تقاد لكم البسكوت تاعكم تماما. ملي كنقادها كنحاول نطلع البسكوت في الجوانب جيدا بهذه الطريقة هادي باش كتجينا متقادة معنا على حساب القالب تاعنا، وكنملسها جيدا، يعني كنملسها تماما. من بعد كنزول الملعقة باش كنقادها مزيان، عاد كنستعمل الإيد بتاعي وكنضغط عليها جيدا باش تثبت معنا البسكوت من التحت، ومن بعد كنبقى ندورها في الجوانب وكنضغط جيدا وكننزل البسكوت اللي كان الفوق طالع معنا هكذا باش كترسم لينا على شكل ديال الطاخت بتاعنا. كيف كتشوفوا معايا اخواتي كنتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. هنا ندخلها المجمد بعد ما نحضروا الكريمه بتاعنا. بالنسبه للكريمه اللي رائعه واقتصاديه جدا، هنا عندي 2 حبات من البيض، طبعا تيكونوا خارجين من الثلاجه قبل، يعني كيكون بدرجه حراره الغرفه هكذا باش كنخدموه بكل سهوله. كنحتاجوا للطراب اليدوي وكنخدم البيض جيدا بعد ما كندخل هذاك اصفر البيض مع ابيض البيض، يعني كل ما خدمتوه مزيان كل ما احسن، فكنخدمو جيدا حتى كنتحصلو على قوام واحد. مباشرة كنضيف له حليب مركز المحلى أي نسلي، فأنا قبل ديجا قد استعملت معكم الحليب مركز المحلى منزلي بـ2 مكونات فقط، أتلقاو في القناة ما شاء الله كيطلع ولا أروع، يعني اقتصادي جدا. هنا كنضيف بوزن 275 غرام، فكنخلط بنفس الطريقة الخليط بتاعنا جيدا حتى كندخلو هاد الحليب مركز في البيض تماما وكيبقى لينا قوام واحد. بالنسبه لهنا عندي 3 حبات من الليمون او الحامض، فكنعصرهم جيدا حتى كنتحصلوا على العصير ديال الليمون، يعني 3 حبات من الليمون وكنضيفوا للخليط بتاعنا، فهذا اخر مكون. هنا من كتضيفوه كتجيو كتخلطوا كيتقال لكم القوام تاعكم. كيف كتشوفوا معايا اخواتي، فهنا بنفس الطريقه كنخدموا جيدا حتى كنتحصلوا على واحد القوام اللي رائع جدا بهذا الشكل هذا، كيطلع ولا اروع. كنخرج القالب من المجمد، طبعا بعد ما حضرنا هاد لاباري فكنلقاو ما شاء الله البسكوت جمد معنا ومسك راسو اكثر، ما كيبقاش يتفرتت معنا. هنا كناخذ القالب كنحطو فوق واحد الصينيه ديال الفرن وكنخلط الخليط بتاعنا قبل ما نصبوه مباشره هكذا باش كنتاكد ان الخليط منسجم معنا كله. مباشره كنصب الخليط بتاعنا فوق البسكوت وكيجي بالضبط، انا عطيتكم مقادير مضبوطه ما شاء الله ولا اروع.
كناخذ ملعقه كنفردها جيدا الا كاين شي فراغ في الجوانب او في الوسط كذلك، وهنا مباشره كندخلها للفرن اللي كيكون سخن قبل على درجه حراره 180. بالنسبه لهذا البسكوت هذا راه كيطيب من تحت فقط، ما كنفتحش عليه من الفوق، يعني كيطيب من تحت فقط، فخدا معايا 45 دقيقه في الفرن. كتحسوا بهذاك الكريمه يعني تبتات معكم، نشفت تماما، ما كتبقاش يعني كتزعزع معكم. هنا من بعد ما خرجناها من الفرن ما شاء الله كيف ما قلت لكم خدات معايا 45 دقيقه، انا كنحرك الصينيه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الكريمه نشفت معنا تماما. هنا اول ما كنخرجها من الفرن مباشره كندخلها للمجمد لمده ساعه، انا دخلتها للمجمد لمده ساعه بيد ما كتبرد معنا تماما وهذيك الكريمه كتماسك معنا اكثر. بالنسبه لهنا باش نزينوا الطخط بتاعنا عندي 2 معالق كبيره من الجبن القابل للدهن، اي جبن متوفر عندكم قابل للدهن، كيري او هذا النوع هذا السائل اللي متوفر عندكم، وكنقابل معاه كاس من بودره ديال الشونتيي. الا متوفرش عندكم الجبن القابل للدهن كتستعملوا نصف كاس من الحليب اللي تيكون بارد جدا، وكتستعملوا معاه كاس من بودره الشونتيي. هنا بالطراب الكهربائي فكنخدم الخليط بتاعنا جيدا، كنحاول نطلعها مزيان. بالنسبه لهذه الكريمه هذه ما شاء الله كريمه ديال لي باتيسير الكبار، مذاق ديال الجبن مع بودره الشونتيي ما شاء الله كنتحصلوا على قشطه رائعه، مذاقها كيهبل. هنا كنتحصلوا على هذا القوام، هذا قوام يعني ثقيل جدا. كنجيب واحد البوش او جيب حلواني او اي بلاستيك متوفر عندكم وكندخل هذه الكريمه كامله فيه، وطبعا استعملت واحد القمع هكذا باش كيعطينا داك التزيين ديال الكريمه، ممكن تستعملوا اي قمع متوفر عندكم طبعا اكيد. فبالنسبه لهذه الكريمه كامله اللي استعملت معكم هي زينت لينا هذا الطخط بالضبط، يعني جات مضبوطه صافي. هنا كنضغط جيدا وكنتحصلوا على هذا الشكل هذا، يعني هذا هو اللي نزينوا به الطخط بتاعنا. من بعد ما دازت ساعه على الطخط بتاعنا يعني في المجمد ما شاء الله كيف كتشوفوا معايا يعني كتكون بردت جيدا وتمسكات راسها اكثر. هنا كنزول القالب بكل سهوله، كندخل الايد بتاعي من تحت والايد الثانيه كتنزل القالب بكل سهوله كيف ما قلت لكم، يعني كيسهل بكل سهوله انكم تخرجوها بهذه الطريقه هذه. مباشره كنحطها في الصحن وكناخذ البوش اللي حنا استعملنا فيه الكريمه وكنزينها بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم طبعا التزيين كيبقى على حسب الاختيار اللي متوفر عندكم. وبالنسبه لهذه الكريمه عطات واحد المذاق رائع جدا للطخط بتاعنا مع طخط وسيترون. صافي هنا كنزين الجوانب على شكل دوائر بهذه الطريقه هذه، وكتعطي واحد المنظر اللي جميل جدا. والكريمه اللي تبقات ليا كندير دي زيتات هكذا صغيورين في الجوانب بهذا الشكل هذا، كندير وريدات صغار هكذا باش ما يبقاوش لينا خاويين، وكيعطيو منظر جميل جدا صدقوني. من بعد ما كنعمرهم جيدا بهذا الشكل هذا، بالنسبه للتزيين عندي شرائح ديال الليمون قطعتهم بهذا الشكل هذا على النصفين، وكنحاول نقطعهم رقاقين بزاف، وكل وحده ديزيتا صغيره فكنحط فيها شرائح ديال الليمون، وكذلك كنزينهم بالتوت البري او العلق ولا ما عرفتش شنو سميتو. طبعا ممكن تستعملوا الفراوله او اللي متوفر عندكم، اي نوع متوفر عندكم فكتزينوا به. وكذلك زينت بالعرش ديال النعناع فكيعطي منظر جميل صدقوني، كيعطي فرق كبير اذا حبيتوا تستعملوها حتى مشروع ومشروع مربح طبعا للطلبيات بتاعكم. وكذلك للضيوف ما شاء الله راه كتجي خطيره جدا. هنا نقدمها معكم طبعا وهي بارده جدا، كنقسم معكم واحد المغصوب بسم الله كيف كتشوفوا معايا اخواتي ما شاء الله، يعني كريمه رائعه كتمسك معنا بدون جيلاتين بدون كريمه سائله بدون مكونات خزعبليه، يعني مكونات بسيطه جدا في كل بيت كتجي خطيره. ريحتها ما شاء الله هو الاروع، ذقت ساعها ما شاء الله جميل بزاف بزاف، يعني كيبرد على القلب ومنعشه منعشه جدا جدا ما شاء الله كيف كتشوفوا معايا، يعني حتى البسكوت كيجينا طري والكريمه كتماسك معنا ما شاء الله يعني بدون جيلاتين كتجي رائعه جدا، حاجه طبيعيه ما شاء الله هو الاروع صدقوني. انا ما عليا لا نقول لكم جربوها وانتم تكتشفوا المذاق بتاعها ان شاء الله، كتجي لذيذه لذيذه بزاف بزاف، وغتبقى معتمده عندكم اكيد باذن الله. كيف كتشوفوا معايا اخواتي حتى الكريمه ما شاء الله كطلع ولا اروع، وهذا الشكل بتاعها من الداخل. نتمنى اخواتي وحبيباتي وصديقاتي الغاليات هذا الفيديو لنا الرضا والاستحسان تاعكم اكيد ان شاء الله. تخليكم في امان الله وحفظه، دمتم بالف خير، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.